السبع الكبار في عالمنا يجتمعون، أصحاب 45% من الدخل القومي العالمي يحتشدون لمواجهة ما ألم بعالمنا من قضايا، ما طرأ عليه من صراعات وتوترات، لكن أبيدهم الحل؟ أيمتلكون مفتاح الجنة في الدنيا؟ هدوءها، نعيمها، رفاهة شعوبها؟ هنا قد يرد البعض مستغرباً مستنكراً بالقول أن لهم ذلك، أن تأتي الحلول لأزمات عالمنا من هكذا تجمع، وهو من بيده أو بيد معظم دوله تحطم ميزان العدالة في كوكبنا بصمتهم على إزهاق الأرواح البريئة في غزة، بدعمهم لجيش احتلال سافك للدم بالمال والسلاح، بحمايته من قوانين أممية هم بأنفسهم وضعوها وبأنفسهم انتهكوها تبعا للهوى. أن لسبع كبار يملؤون الدنيا صخبا هذه الآونة عن عقوبات يسعون لفرضها على إيران، ولم يجترئوا على فعل المثل طوال 6 أشهر من إبادة القطاع، ثم يصفون أنفسهم بديمقراطيات قوية اقتصاديا، عذرا أي ديمقراطية وأي مثل ومبادئ؟ اجتمعوا كما شئتم، تحدثوا عن اقتصاد، عن تنمية، عن تحالفات كما يحلو لكم، لكن لن يهضم حديثكم، مزايداتكم عن القيم وحقوق الإنسان بعد اليوم. سقط القناع على أعتاب غزة، أو كما قال الأقدمون: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيماً.